مثقل. تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لي وقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقتفي وغيرها التانيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا نوع عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحركه لن يحضل ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تانيث لاسمها جوع إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في الجمع تصحيح وما ظها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل وليس حتما في سوى مكع أو كيع ملزوما فراع ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها انتقف وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقتضى وصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحرك بنا اللزم وصلها بغير تحرك بنا وديم شذ في المدام استحسن وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا متغلص. الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة. الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة وهو أنواع: اختباري واضطراري واختياري. اختباري أن تقول لشخص قف على قول شخص لما فعلت كذا فيقول لك لما، قف على بما استعنت تقول يقف عليه يقول لك بما، هذا اختبار. أو اضطراري أن يتوقف النفس عند مكان يقف عليه اضطراري. الاختيار أنواع: يكون استثباتا كما في الحكاية، كما في الحكاية تقول جاء رجل تقول من هو، هذا استثبات تريد أن تعرف من هو. جاءت امرأتان منتان، جاء رجلان منان، جاء رجال أيون أو منون، رأيت رجالا أيين منين، هذا استثبات. ويكون إنكارا أن ترد على الشخص كلامه أو أن تنكر أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر. فإذا كان منونا قالت التنوين كسرة وتعينت الهاء الياء ضمد ثم تأتي بها سكت، فمن قال لك جاء عمر تريد أن تكذبه وبدأ تقول له كذبت البعيد تقول له أعمر، تقول له أعمروه، أي لم يأتي. إذا كان منونا قال جاء زيد تقول أزيدني، يفهم أنك تقول له كذبت. وإذا قال رأيت زيد تقول له أزيدني، وإذا قال مرت بزيد تقول له أزيدني. إن كان غير منون أشبعت الحركة من جنسها وتعينت لها، فمن قال جاء عمر تقول له أعمروه لا ينون، ومن قال رأيت عمر تقول أعمراه، ومن قال جاءت قطامي تقول له أقطامي، هذا إنكاري. وتذكري أن تتشبث بآخر اللفظ حتى تذكر ما بعده. في الدار زيد قلت في الدار ونسيت زيد، تقول في الدار حتى تذكر زيد. يقرأ زيد نسيت زيد، تقول يقرأ تتشبث حتى تذكر ما بعده، سموه تذكري. وترنمي مر بأول باب: أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. والمراد هنا الوقف هنا هو الاختيار من غير هذه. وتلزمه أحكام السكون والروم والإشمام، هذا الأصل، والنقل والتضعيف والحذف والزيادة، الإبدال والحذف والنقل، هذا كله تلزمه سبع أحكام. بدأ فقال: تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح. إذا وقفت على منون فإن كان ما قبل التنوين مضموما حذفت التنوين تقول جاء زيد، وإن كان مكسورا حذفت التنوين قلت مرت بزيد، وإن كان مفتوحا وقفت بالألف
تقول رأيت زيداء كما هو القرآن. الأزد أزد شنوء يشبعون الحركة على كل حال. يقول رأيت زيداء وفي حالة الرفع يقول نجاء زيد وفي حالة الجر يقول مرت بزيدي. ربيع وغنم الشمال يقفون على الجميع بالسكون. يقول نجاء زيد ومرت بزيد وجاء ورأيت زيد. قال هذا ما نقول تنوين إثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح الضم والكسر حذفا وحذف لوقف زي واضطرار صلة غير فتح في ضمام. الضمير إذا كان مضموما مشبعا أو كان مكسورا مشبعا فإنك تقف عليه بحذف الإشباع. هذا تقول زيد رأيته رأيته زيد مررت به مررت به. فإن كان مفتوحا أبقيه كما هو. هند مررت بها لما قولي وحذف لي وقف في سوى اضطراري صلة غير الفتح غير الضم والكسر في الإضمار. أما في الاضطرار لك أن تثبتها. قال ومهما هم مغبرت أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. قال آخر تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. أبقى الحركة كما هي مضطرا الشعر. قالوا هذا ما قاله بما صحيح لكن يشترط أن لا يكون ما قبل الهاء ساكنا. فإن كان ما قبل الهاء ساكنا لك الوجهاء لك حذف الصلة ولك إثباتها. فإن كان ساكنا إما سكونا لازما مثل سألت عنه سكون لازم تقول عنه أو عنه واطلعت عليه سكون لازم تقول عليه أو عليه. أو كان السكون طارئا إما لجازم أو لبناء جازم تقول زيد لم أدعه ما قبله ساكن حذف للجازم. تقول زيد لم أدعه أو لم أدعه. أو زيد لم أرمه أو لم أرمه. للبناء تقول زيد أدعه أو أرمه. قال فيها مم رحمه الله قول ابن مالك فتى الأخيار صلة غير الفتح في الإضمار مقيد بما إذا لم يكن متلوه الضمير لم يسكن. فإن يسكن ثابتا أو من حذف من أجل من أجل من أجل وقف أو من أجل جزم أو بناء من أجل جزم أو بناء قد ألف فالحذف في ذلك غير واجبي.